الليفل ما راح نديكم فكره ثانيه عشان عدد. احنا في موسم الحبوب خلال التحويل والرومينيتا عاملين بالنسبه للتحويلات بالنسبه للحبوب التحويل 25,000 طن، بالنسبة للفروم التحويل 14,500 طن على مسافة الفروم الجديدة 1,231 هكتار، وبالنسبة للفروم التحويل على مسافة 7,194 هكتار مع العلوم الكوني المجمع المهني المشترك للولايات قاعدة حاين مع مندوبية جوية التنمية الفلاحية في المساحات، واللي إن شاء الله في شهر أكتوبر نحصلوا عليهم. يعاوننا برشا على خاطر تعرف المساحات وكلفة الإنتاج، معناتها حاجة جديدة. أربع قشور انطلقت في منتصف الأمور. بالنسبة للسنة ثم عوامل على الناحية الفيزيولوجية، ولكن ما عشناش الشيء اللي كيما عاملين واللي كان عنده تأثير حتى مديرين حتى 50% السنة لباس. إن شاء الله ربي يوصل بالسين نوعية خير مدية حتى ما تأثرش بالشيء. خاصة أو